رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يستقبل الوزير الأول البلجيكي شارل ميشيل الذي أشاد بدور الجزائر كشريك استراتيجي في المنطقة. أعضاء مجلس الأمة يصدقون بالإجماع على نص مشروع قانون المالية 2017، ووزير المالية يؤكد ضبط زيادة الأسعار مع دخول القانون حيز التنفيذ. في اليوم الإفريقي للاتصالات، الانطلاق الرسمي في عملية الدفع الإلكتروني بالجزائر عبر البطاقة الذهبية. أيقونة فن المالوف الحاج محمد طه الفرقاني يفارق الحياة بعد مسيرة طويلة من العطاء الفني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية، استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول البلجيكي شارل ميشيل الذي قام بزيارة إلى الجزائر دامت يومين. الاستقبال جرى بحضور الوزير الأول عبد الملك سلال ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان عمامرة ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجماعة العربية عبد القادر مساهل. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président de la République et nous sommes honorés d'avoir cette occasion pour un entretien politique. De très nombreux sujets ont été évoqués et je me réjouis de constater que le président de la République, comme le gouvernement, soutient cette idée de consolider, de renforcer les relations bilatérales entre la Belgique et l'Algérie. Et nous avons constaté que, à la fois dans le domaine du développement économique, dans le domaine des investissements stratégiques, il y avait la capacité de renforcer des partenariats. Nous avons aussi constaté une convergence de vues dans la lutte contre le terrorisme, en étant convaincus que cette lutte doit amener à envisager différents aspects, et notamment l'échange d'informations, l'échange de renseignements, travailler ensemble aussi sur les processus de déradicalisation qui sont importants dans ce domaine-là, voir aussi comment les questions de migration peuvent être abordées dans le respect mutuel, en étant pragmatique. Et puis on a eu des échanges de vues importants sur la question de l'Afrique centrale, la question de l'Afrique de l'Ouest. La Belgique a une tradition de présence, d'expertise, de relations dans cette partie de l'Afrique. Et nous sommes convaincus que là aussi, travailler pour des dialogues politiques inclusifs est très certainement le chemin pour plus de sécurité, pour plus de stabilité. On a bien sûr encore évoqué les questions liées à la Syrie, questions liées à la Libye également, aux processus qui sont en cours en Tunisie, l'importance de contrôler les frontières et l'importance chaque fois de faire en sorte que le dialogue politique engagé puisse donner lieu à des solutions durables et pacifiques. Merci. Merci. هذا وأجرى الوزير الأول عبد الملك سلال محادثات مع نظيره البلجيكي شارل ميشيل، واللقاء قيم خلاله الجانبان العلاقات الثنائية في شتى المجالات. وحضر اللقاء وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان عمامرة ووزير الشؤون المغربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل ووزير الداخلية والجماعة المحلية نور الدين بدوي ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، إلى جانب كاتب الدولة البلجيكي للهجرة وشؤون اللاجئين تيو فرانكن. كما تم خلال هذه المحادثات بحث الآليات الكفيلة برفع المبادلات الاقتصادية من جهة وقضايا تنقل الأشخاص والشؤون الأمنية، وذلك في إطار روح الحوار والتشاور. وعقب المحادثات، عقد الوزير الأول عبد الملك سلال مناصفة مع نظيره البلجيكي ندوة صحفية أبرز خلالها سلال إرادة الجزائر في تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني مع بلجيكا. فيما أشاد الوزير الأول البلجيكي بالتجربة الجزائرية في مكافحة ظاهرة الإرهاب، مؤكدا ضرورة إقامة تعاون كبير بين الجزائر وبلجيكا في مجال مكافحة الإرهاب. بعد المحادثة الثنائية أن اتخذ قرار قوي بإعطاء نفس جديد للعلاقة الثنائية بالأخص في المجال الاقتصادي، إن فيه تجارة، فيه تقريبا 182 شريك بلجيكي يخدم في الجزائر، ولكن
لابد أن نمشي إلى مرحلة أخرى، وبالأخص نحن دخلنا في منذ سنوات في التنوع الاقتصادي في الجزائر، وحنا في حاجة إلى شراكة قوية، واتفقنا في هذا الشأن بالأخص في بعض القطاعات اللي نعتبرها حساسة بالنسبة للاقتصاد الوطني كالصناعة والفلاحة والرقمنة وبصفة عامة الخدمات، إن الشركات البلجيكية عندها خبرة كبيرة. تحدثنا كذلك على عدة نقاط متعلقة بقضية تحرك الأشخاص، وفيه اتفاق تام لاحترام المتبادل في هذا الإطار بالضبط للرعايا الجزائريين وكذلك المواطنين الجزائريين اللي يتنقلوا إلى بلجيكا. وتطرقنا كذلك إلى تعزيز وتدعيم العلاقات في مكافحة الإرهاب، وكذلك في باش تكون فيه اتصالات أكثر في هذا الجانب بالضبط. والشيء الملاحظ من طرف بلجيكي أن حقيقة جزائر عبد العزيز بوتفليقة دولة متحكمة في أوضاعها، دولة فيها استقرار تام، ودولة كذلك رغبة في تحسن الأوضاع، وهذا هو الشيء اللي خلانا نتطرق إلى الأوضاع في المنطقة في الساحل وفي ليبيا وفي تونس، وكان فيه تفاهم وكان فيه كذلك رؤية موحدة من الجانب هذا. Pour identifier dans les différents domaines de quelle manière on peut renforcer des partenariats et donner un élan plus dynamique aux relations entre l'Algérie et la Belgique. Il y a aussi des potentialités d'élargir des initiatives dans de très nombreux domaines, la question des infrastructures, la question du transport, la question de l'énergie, la question du domaine pharmaceutique, la question de la pétrochimie par exemple, sont quelques-uns des secteurs dans le cadre desquels nous pourrions tenter d'intensifier des efforts, et l'engagement a été pris au travers des entretiens menés de donner des messages vers les secteurs économiques pour les encourager à travailler davantage. Nous veillerons aussi à faire en sorte au départ de la Belgique que des signaux puissent être donnés favorables sur ces sujets-là. C'est un premier point important. الوزير الأول البلجيكي شارل ميشيل مرفوقا بوزير الداخلية والجماعة المحلية نور الدين بدوي زار وحدة بروديفا لصناعة الأدوية بالمنطقة الصناعية برويبة، حيث اطلع على مختلف مرافق الوحدة ومخابر الإنتاج. حرية جرجر. العلاقات الجزائرية البلجيكية على أرض الواقع تعكسها هذه العينة لصناعة الأدوية بالمنطقة الصناعية لرويبة. مصنع بروديفا المختص في صناعة المنتوجات الصيدلانية كان محل زيارة الوزير الأول البلجيكي شارل ميشيل، والذي ثمن بدوره هذا التعاون الذي وصفه بالذكي إذ احترمت فيه جل المعايير العلمية والعالمية. L'Algérie est un pays qui veut continuer son développement, continuer à investir. Et je suis convaincu qu'il y a un partenariat intelligent qui doit être possible. C'est un bel exemple, cette entreprise, où on voit une entreprise, 300 emplois qui sont créés, des perspectives de développement pour créer plus d'emplois encore, et puis un lien avec des entreprises belges qui font de l'innovation, qui développent de l'activité. On fabriquait des millions de boîtes. Pour le marché algérien, ça suffit. Maintenant, une usine, ça doit progresser, sinon elle recule. Et pour avancer, on va faire de l'exportation, bien sûr. On va commencer par les pays africains, et puis peut-être l'Europe, peut-être. D'accord. Il n'y a pas de raison. Les Européens achètent des médicaments à Malte, ils achètent des médicaments en Chypre, ils achètent des médicaments. Pourquoi pas l'Algérie ? بروديفا ينتج لعدة مخابر دولية منها جانسون البلجيكية في إطار شراكة. ليه لا ما نبتديش نزود من عدد المنتجات اللي احنا نبتدي نصنعها في الجزائر، بحيث انها ممكن تعالج امراض اخرى مختلفه، وفي نفس الوقت بنبص نظره يمكن ابعد شويه بس محتاجه بعض الدراسه اللي هي امكانيه التصدير. C'est un excellent travail que nous avons fait avec Polyfal et nous comptons encore élargir notre gamme à arriver peut-être dans les 3-4 années qui suivent à une dizaine de produits pharmaceutiques. إن الزيارة الميدانية للوزير الأول البلجيكي لوحدة بروديفال تعكس تجربة يقوم عليها خبراء جزائريون بكل جدية وبآفاق واعدة.
الوزير الأول البلجيكي وضع بمربع شهداء بمقبرة العليا إكليلا من الزهور ووقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية. الوزير الأول البلجيكي كان مرفوقا بوزير الداخلية والجماعة المحلية نور الدين بدوي. هذا وأنهى أمس الوزير الأول البلجيكي شارل ميشيل زيارة العمل إلى الجزائر والتي استغرقت يومين، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين البلدين. وكان في توديع الوزير الأول البلجيكي بمطار هواري بمدينة الدولية الوزير الأول عبد الملك سلال وعدد من أعضاء الحكومة. في النشاط البرلماني وبالإجماع صادق أعضاء مجلس الأمة أمس على نص قانون المالية 2017 خلال جلسة عامة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة. نص القانون يأخذ في الحسبان ترشيد النفقات وتسقيفها مع رفع الإيرادات ما بين 2017 و2019 في إطار نظرة مستحدثة متوسطة وبعيدة المدى طبقا لما أقره النموذج الاقتصادي الجديد. وعقب التصويت على نص القانون أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن الدولة ورغم صعوبة الظرف وشح الموارد عملت على اتباع خيارات صعبة فرضتها المرحلة وبذلت جهدا واضحا للحفاظ على مستوى التحويلات الاجتماعية والاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الهامة. نود أن نسجل أو نستغل المناسبة هنا لكي ننوه بجهود الحكومة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وسداد توجهاته، ونثني على خياراتها الاقتصادية والمالية. وبالوقت نفسه نود أن نلفت الانتباه إلى الخطورة التي تكتسيها بعض الأحكام التي تصدر بين الحين والآخر عن بعض الجهات المعروفة حين تروج، وفي هذا الظرف بالذات، لتصورات سوداوية وتحاليل افتراضية تنقصها الدقة في التحليل. لهؤلاء نقول لطفاً بشعبكم، لطفاً بشعبكم، يكفينا ما عانينا أو ما عانت منه البلاد بلادنا في مثل هذه الادعاءات من مثل هذه الادعاءات والتحاليل الوهمية، لأن الجزائر لديها من الشغالات ما يكفيها، فلا تقحموها في متاهات كلامية ليست بحاجة إليها. هذا وأكد وزير المالية حاجي بابا عمي عقب التصويت على مشروع القانون أن الدولة ماضية قدما في سياسة الدعم المباشر وغير المباشر لفئة الدخل الضعيف، مبرزا أن ترشيد النفقات يدخل في إطار النموذج الاقتصادي الجديد للحكومة. لقد انتهجت السلطات العمومية خيار مواصلة اعتماد تدابير وإجراءات احترازية لمواجهة تراجع الموارد المالية وترشيد نفقات العمومية من منظور النموذج الجديد لبرنامج النمو الاقتصادي، مع الحرص إلى جانب ذلك على ديمومة الخدمات العمومية وتحسينها والإبقاء قدر الإمكان على الدعم الاجتماعي المباشر وغير المباشر لفائدة شرائح ذوي الدخل الضعيف. وزير المالية أكد أيضاً أن ارتفاع الأسعار في الأسواق ظرفي، وبمجرد دخول قانون المالية حيز التنفيذ مطلع جانفي 2017 ستستقر الأسعار، موضحاً أن الزيادات التي أقرت في القانون طفيفة ولن تؤثر بشكل كبير على المواطن. فيها فرق بين مضمون القانون والأسعار في السوق. كان بعض التجار رفعوا الأسعار قبل القانون، ولكن كي تدخل القانون بحذافره الأسعار لا ترتفع بصفة كبيرة. كي تشوف 2 دينار في 100 دينار مش، ولكن هما في السوق رفعوا الأسعار ب 10 15 20%. هذا هو الواقع. اللي قالوا باللي سي دي سوليوشن فاسيليتي يمدونا البديل. On est prêt à examiner leurs propositions, ولكن ما فيش اقتراح لبديل هذا الزيادات التي
أقول أنها طفيفة 2% 2 نقط في التي في آ ماشي ما يكونش فيها تأثير كبير على السلع. استقبل أمس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطال عمران مدير العام للشؤون الأوروبية والعلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي نيكو أستكوت الذي يتواجد بالجزائر في إطار الدورة السادسة للجنة الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. الجانبان قيما مستوى الشراكة وتنفيذ برنامج الدعم القطاعي وكذا دراسة آفاق التعاون مع الشركاء الأوروبيين. أنا سعيد جدا بالعودة للجزائر مرة ثانية. نحن واصلنا المحادثات حول الأولويات المشتركة بين الطرفين، ونأمل مواصلة هذا العمل والاتفاق على الاقتراحات المشتركة حول المواضيع المهمة. ووضعنا برنامجا حيز الخدمة لثلاث سنوات القادمة، وتحدثنا مع السيد الوزير على العديد من القضايا الجهوية والمحلية وعلى سبل تقوية الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي. استقبل وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وزير العدل المبعوث الخاص للرئيس الزامبي جيفان لوبيندا الذي حل بالجزائر حاملا رسالة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من نظيره الزامبي إدغار لوندا. وبالمناسبة بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين. أشرفت وزيرة البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون رفقة الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف على الانطلاق الرسمي لعملية الدفع الإلكتروني والتي تمكن من إجراء معاملات الدفع والسحب والشراء عبر الإنترنت وكذا نهائية الدفع. كما خصص بريد الجزائر المشرف على العملية الرقم 1530 للاستفسار حول العملية. المزيد مع أول عملية للدفع الإلكتروني تطلق رسميا بالجزائر، الخدمة التابعة لمؤسسة بريد الجزائر تحت تسمية الذهبية، تسمح لصاحبها بإجراء مختلف العمليات من سحب ودفع والاشتراء عبر الإنترنت في المتجر الإلكتروني الخاص ببريد الجزائر أو عبر الشبابيك أو النهائيات الدفع المتوفرة في الفضاءات التجارية التي توفر الخدمة. من ناحية التجارة يعني عملية شراء كاين نوعين، شراء في المحل باستعمال الدفع الإلكتروني، هذا يعتمد على التاجر أنه يكون عنده رغبة في استعمال الجهاز الدفع الإلكتروني، يقدر يتقرب من مصالح البريد يحصل على الجهاز يحطه في المتجر، تقوم بريد الجزائر بتوصيله عبر الشبكة، وكل مواطنين اللي عندهم البطاقة يمكن أنه يدفعوا مستحقاتهم في المحل ويأخذوا الشراء المنتجات نتاعهم يعني البضائع نتاعهم. لكن الشق الثاني هو الشراء عبر الانترنت، يعني المواطن قاعد في المنزل ويشري، هذا ما يسمى بالتجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية اليوم تنتظر قانون اللي راح يأطرها، ولكن بما أنه الدفع عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني الخاصة ببريد الجزائر هو مصرح به، ممكن أن نقوموا بنفس الشيء في المتجر أو في مكتب البريد، يعني ممكن تذهب لمكتب البريد وتقوم بالشراء باستعمال البطاقة. نفس المكتب قامت بريد الجزائر اليوم كخطوة أولى بوضعه عبر الإنترنت. وللحصول على البطاقة يجب على صاحبها الولوج إلى موقع بريد الجزائر post.dz ومنه الدخول إلى فضاء المكتب البريدي واختيار طلب البطاقة الذهبية. البطاقة هذه ستوزع بمعدل 1,000,000 كل شهر خلال الأشهر الخمس الأولى. Le mobile payment, c'est autre chose, c'est quelque chose qui va venir en s'entendant. Il y a un groupe de travail qui fait une réflexion sur ça, mais il y a un postulat de base duquel on va pas sortir, c'est d'adosser toute transaction de mobile payment à un compte bancaire ou postal. Ça, c'est le premier postulat de base. On ne peut pas déroger à ça parce que nous sommes dans une démarche d'inclusion financière, de bancarisation de l'économie et de bancarisation des citoyens. وفي مجال تأمين البطاقة يعمل النظام بطريقة الـ EMV المتعارف عليه دوليا، كما وضع بريد الجزائر رقم 1530 للاستفسار والحصول على كل المعلومات حول البطاقة الذهبية الذكية.
انتقل إلى رحمة الله ليلة أمس بأحد مستشفيات باريس المطرب والملحن والموسيقار الحاج محمد طاهر الفرجاني عن عمر نهز 88 عاما. الفقيد يعد عميد أغنية الملوف، وقد حصد العديد من الجوائز وحظي بالتشريف على الصعيدين الوطني والدولي. الراحل ترك تراثا موسيقيا أندلسيا غنيا، ويمثل أحد أعظم مرجعيات الموسيقى الجزائرية الأصيلة. يوسف طافر. محمد طاهر الرجاني المعروف بالفرجاني هو ذلك الطراز الذي تعلم مبادئ الطرب الشرقي بصوته الدافئ القوي، والذي غنى روائع أم كلثوم وعبد الوهاب باقتدار كبير. سيد الملوف بأدائه المتميز رحل المدلل والهوى سيدي ومالح بيبي مالو، الفنان الذي غنى ظالمة والصالح باي في مرثية بقيت خالدة وشاهدة على عبقرية الفنان. رحل محمد الطاهر بعد أن سطى عاليا في سماء الفن وأضاء على مدينة الجسور المعلقة وعلى وطنه الكبير الجزائر، محافظا على فن توارثه أبا عن جد ونقله للابن والحفيد وحافظ عليه حتى النفس الأخير. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه. رحم الله الفقيد إذن وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان، إن لله وإن إليه راجعون. معنا الآن على المباشر عز الدين مهوبي وزير الثقافة. معالي الوزير، إذن فقدت الأسرة الفنية اليوم أيضا عملاق من عمالقة الفن الجزائري بعد أيام قليلة فقط من فقدانها لأيقونة الشعب عمرو زاهي رحمه الله. صحيح، أولا نعزي أنفسنا ونعزي عائلة الفقيد الكبير ونعزي العائلة الفنية في رحيل هذا الفنان الجزائري الأصيل، قام من قامات الفن التراثي المتميز الحاج محمد طاهر الفرجاني. هذا الفنان الذي شكل بمفرده مدرسة خاصة في طابع المألوف، ونقل هذا الفن إلى أبنائه إلى أحفاده إلى كل محبي وذواقي هذا الفن الذي انتقل جيلا بعد جيل من الأندلس إلى الآن. فبلا شك في فقده خسارة كبيرة للفن الجزائري وللفن النظيف الأصيل الطرب العائلي. والحقيقة أن الفنان الذي استمر أزيد من 70 سنة وفيا لفنه وفيا لجمهوره وفيا للمنهج الفني الذي انتهجه لنفسه ولعموم محبي هذا المألوف، كان آخر لقاء لنا معه هو عندما في افتتاح قسنطين عاصمة للثقافة العربية، كان بكل عائلته أبنائه وأحفاده قدموا حفلا افتتاحيا استهوى الجميع وأكدوا على هذا التواصل. وكان آخر لقاء لي به في قصر الباي بقسنطينة، وحرص على أن يحدثني عن كتابته لمذكراته ولسيرته الذاتية التي كانت أمنيته أن يراها وقد نشرت وسننشرها إن شاء الله بعد رحيله، لكن المنية كانت أسبق، إذ أنه في الأشهر الأخيرة في الأربع أشهر الأخيرة عانى كثيرا فتنقل بين قسنطينة وباريس للعلاج، وكنت أتابع وضعه مع ابنه الأكبر الفنان الكبير سليم الفرجاني. إذن بهذه المناسبة الأليمة لا يمكن لي إلا أن أجدد تعزيتي لعائلة الراحل الكبير، ونأمل من الأجيال اللاحقة أن تستفيد من هذه المدرسة كثيرا، لأن الأصيل يترك دائما النبتة الطيبة في حديقة الفن. إذن رحمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة ونور. معالي الوزير عز الدين مهوبي، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.
ومن تونس أبرز المدير العام للأمن الوطني لواء عبد الغني هامل تجربة الجزائر الرائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وخروجها منتصرة بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية وزكاها الشعب الجزائري برمته. وأوضح عبد الغني هامل في كلمة خلال المؤتمر الأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب أن الجزائر قاومت الإرهاب وحيدة بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة وتمكنت من القضاء على هذه الآفة بفضل المقاربة متعددة الأبعاد التي اعتمدتها والتي توجت بالمصالحة الوطنية، وهي تضع خبرتها لا سيما جانبها المستمد من استراتيجية المصالحة الوطنية تحت تصرف المجتمع الدولي لدعم الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، وهي مستعدة لمشاركة أشقائها في كافة المبادرات لاستئصال هذه الآفة. وبهذه المناسبة كانت لنا فرصة أن نتقدم بعدة اقتراحات في ضمير في جميع المواضيع المدروسة، وأنتم تعرفون أن الجزائر لها خبرة كبيرة في محاربة الإرهاب وفي محاربة الجريمة المنظمة وفي حقوق الإنسان. إذن كانت لنا فرصة كذلك أن نتكلم مع الإخوة الموجودين هنا ونعزز العلاقات الموجودة بيننا ونعزز التعاون سواء كان ثنائي أو كان مشترك بصفة عامة. في التعاون الجزائري الياباني وقع مجمع سوناتراك والشركة اليابانية جي جي اس كوربوريشن وجي جي اس ألجيريا أمس بالجزائر عقد إنجاز منشآت فصل وضغط الغاز بحسير مل بقيمة تعادل 140 مليار دينار على امتداد 38 شهرا. تفاصيل نوفا مع رابح مداوي. لبنة هامة أضافها اليوم مجمع سوناتراك في علاقاته بالشركاء وبمستقبل مشاريعه الطاقوية، إبرام عقد بقيمة 140 مليار دينار مع المجمع الياباني جي جي سي كوربوريشن لتجديد منشأة الغاز في مرحلتها الثالثة بحقل حاسر مل الاستراتيجي. المشروع سيمكن بعد 38 شهرا من الآن من رفع طاقة الإنتاج من الغاز بهذا الحقل إلى 190 مليون متر مكعب في اليوم، أي أكثر من 60 مليار متر مكعب في السنة. Je voudrais rendre hommage aux efforts et à l'engagement de tous ceux qui ont travaillé à la concrétisation de ce dossier en un temps record et rattraper ainsi les retards cumulés, tout en respectant les différentes étapes du processus de passation de marché conformément aux procédures en vigueur du groupe Sonatrach. JGC a always with JGC كانت دائما في الجزائر مع الشعب الجزائري وسوناتراك. نحن جد سعداء للمساهمة في تطوير صناعة البترول والغاز في الجزائر. هذا العقد هو ثمرة ثقة متبادلة تنوي سوناتراك من خلاله رفع الإنتاج بما يستجيب أكثر للطلب الداخلي المتزايد على المنتوجات الطاقوية، يأتي بالثروة الممونة للاقتصاد الوطني ويعزز مكانة سوناتراك في الأسواق العالمية للطاقة. هذا المشروع هو من أكبر المشاريع إن شاء الله عندنا في شركة سوناتراك، ويسمح لحاسر مل بمواصلة الإنتاج على مدى طويل لتأمين حاجيات الجزائر في الغاز وارتباطات الجزائر على المستوى الدولي. المناسبة كانت فرصة للرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك أمين معزوزي بالعودة وبالأرقام إلى استثمارات وإنجازات المجمع لهذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة، أي في ارتفاع من حيث الإنتاج، التسويق، التكرير، الطاقات المتجددة والشراكة المتعددة الأطراف، وهذا على ضوء مخطط التطوير تحكمه استراتيجية واضحة الأهداف. مواصلة لتجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية والرمي إلى بعث الصناعة الوطنية والحد من تبعية الاقتصاد الوطني للخارج، سلمت أمس 281 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها ذات العلامة مرسيدس بنز من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف بولاية تيارت لفائدة وزارة الدفاع الوطني وعدة هيئات ومؤسسات عمومية. المزيد مع حبيب حضري. متعاملون اقتصاديون خواص وممثلون عن مختلف الهيئات الوطنية استلموا اليوم مركباتهم من علامة مرسيدس بنز بفضاءات الشركة الجزائرية لصناعة السيارات بتيارت. إجراءات مخففة، مرونة وتسهيلات طبعت عملية التسليم ارتاح لها هؤلاء.
On a opté pour ce type de véhicule parce qu'il s'adapte, que ce soit le raffinage, que ce soit le... بزاف امور اللي متعلقين ب النشاطات تاعنا. كان سهوله في التعامل، الامور ماشيه، الاسعار ثاني معقوله، الوفره كاينه، وزيد هذا عوض ندفعوا مثلا عمله صعبه خارج الوطن، ندعموا الخزينه الوطنيه وندعموا المنتوج الوطني. سي دون لو كادر دو لونسيج، سكي بيان سي لا تي في اي ا 0%. Et il n'y a pas de taxe sur les nouveaux véhicules vu qu'il est fabriqué en Algérie. هذه الشركة التي تكون كفاءاتها البشرية داخل وخارج الوطن مع الشريك الألماني تنتج ما مجموعه 8000 مركبة سنويا في مختلف الأصناف والاستعمالات وتعمل جاهدة لمواجهة كل الطلبات. J'invite tous les opérateurs économiques et tous les particuliers et tous les Algériens à acquérir ces véhicules. Ils sont disponibles de qualité Mercedes-Benz. للإشارة فقط، الشركة الجزائرية لصناعة السيارات بتيارت والتي دخلت الإنتاج سنة 2014 بصناعة 6 أصناف من السيارات أصبحت اليوم تنتج 36 صنفاً من هذه العربات لمختلف الاستعمالات. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، سلم صباح أمس الإرهابي المسمى باء عبد الله نفسه للسلطات الأمنية بالقطاع العملياتي عين مناس، وبحوزته كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة تتمثل في بندقية رشاشة من نوع FMPK ومسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وقذف صاروخي مضاد للدبابات وقنبلتين يدويتين وأربعة مخازن ذخيرة، إضافة إلى 536 طلقة من مختلف العيارات. كما تم وضع 21 شخصا مشتبها بهم في التحريض على الكراهية والعنف وتكوين جمعية أشرار وتنظيم تجمع غير مرخص به، تم وضعهم رهن الحبس من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة غردايا. وألقي القبض على الموقوفين الذين يشتبه في صلتهم بالأحداث التي شهدتها منطقة غردايا خلال اجتماع سري عقد نهاية الشهر المنصرم بحي الغابة شمال بلدية غردايا. هذا وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا بناء على معلومات تفيد بتواجد مجموعة صغيرة تقوم بإصدار مشروعات ووثائق معادية تحرض على الكراهية والعنف بمنطقة غردايا، وتمكنت من رصد الأماكن التي تلتقي فيها تلك المجموعة، حيث ألقى المحققون ألقوا القبض إذن على هؤلاء الأشخاص وهم في حالة تلبس، وذلك في اجتماع سري حيث سمحت عملية تفتيش المكان بكشف عدة وثائق ذات طابع معاد وأسلحة بيضاء. حذرت وزارة التجارة المواطنين من استعمال المكمل الغذائي الذي يحمل اسم RHB المسوق في الصيدليات على أساس أنه منتوج من شأنه تخفيف التعقيدات المرتبطة بداء السكرية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه من باب الحيطة قامت مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة التجارة بسحب هذا المنتوج مع أخذ عينات لتحليلها والتأكد من مطابقتها. وأوصت الوزارة المستهلكين عدم اقتناء هذا المكمل الغذائي إلى غاية الحصول على النتائج النهائية لهذه التحاليل. أخبار دولية متفرقة يرصدها موجزة عبد العالي مزغيش في هذه الورقة. تمكن الجيش السوري أمس من انتزاع السيطرة على معظم أحياء حلب الشرقية من يد المعارضة المسلحة، ودخل قلعة حلب الأثرية وحي الشعار، فيما أعلنت تركيا أن جنديا لقي مصرعه أمس وأصيب 6 آخرون بجروح جراء تفجير سيارة مفخخة قرب مدينة الباب شمال سوريا. بأندونيسيا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم أتشا إلى ما يقارب 100 هالك و500 مصاب، فيما يواصل أعوان الإغاثة والإنقاذ البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني. وسط تنافس بين الرئيس الحالي جون ماهاما وزعيم المعارضة نانا أكوفو أدو،
أدلى أمس الغانيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يشارك فيها 7 مترشحين، وفي حال عدم حصول أي مترشح على أكثر من 50% من الأصوات تجرى جولة إعادة خلال الشهر الجاري. هكذا إذن نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء. مع موبيليس. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجواء متقلبة شهدناها نهار اليوم بأغلب الولايات الشمالية للوطن. أمطار كانت في الموعد، أعلى كمية نعم سجلت بكل من تبسة وحتى بمعسكر. كمية الأمطار وصلت إلى 17 ملم. سبب هذه الوضعية نراجع إلى اضطراب جوي سريع الحركة ميز أغلب الولايات الشمالية للوطن، أدى إلى تساقط بعض الأمطار بشمال الوطن وخاصة بالولايات الساحلية والقرب الساحلية. غدا بحول إلى أحوال الطقس المرتقبة حسب مصالح الأرصاد الجوية، إذن ترتقب أن تكون فيه سحب كثيفة ستنتشر خاصة خلال الصبيحة بالولايات الشمالية. بعض الأمطار غير مستبعدة التي ستميز الولايات الشرقية، لكن خلال الصبيحة فقط ليعود صفاء من جديد بعد ظهيرة الغد بحول الله. بعض الأمطار الغير مستبعدة ستميز منطقة الثورة شمال الصحراء ومنطقة الواحات، سماء صافية تماما بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. 4 درجات ستسجل خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد، وبتحديد ببتنا تيارة البيض 6 درجات بالجلفة قسنطين الصيف، 12 درجة بالولايات الساحلية، 8 درجات بتليمسان تيزي وزو قلمة سوق الراس، لن تتعدى 10 درجات بشمال الصحراء، نفس المقياس بإليزي، 8 درجة تجانت، 12 درجة نعم بكل من تندوف أدرار عين صالح، 14 درجة بأقصى الجنوب. عن ظهيرة الغد إذن الحرارة القصوى ستبقى في استقرار، إذن مقاييس ما بين 18 إلى 19 درجة بالولايات الساحلية، ما بين 11 إلى 18 درجة بالولايات الداخلية، 20 درجة بغردية، 23 بالواد بسكرة، 18 درجة بولاية بشار، 24 بتندوف، عين صالح، 8 درجة تجانت، 22 درجة بأدرار لتقارب 31 درجة كأعلى مقياس ببرج بجي مختار وعنكزة. لملاحة والصيد البحري، نهار الغد إذن البحر سيبقى مضطرب على طول الشريط الساحلي، سرعة الرياح لتشتد على السواحل الشرقية، سرعتها يمكن أن تصل إلى 50 كم/ساعة معتدلة، هذا على السواحل الوسطى وحتى الشرقية، سرعتها أو الغربية أقول السرعة.